لي شغل بالسوق مريت أشوفك، مالي شغل بالسوق مريت أشوفك، عطشان سنين وأروي على شوفك، عطشان سنين وأروي على شوفك. مرحبا، يعطيكم العافية، رمضان كريم. بهذا الدرس بدي أعلمكم كيف تعزفوا أغنية مالي شغل بالسوق لإلهام المدفعي، وهي أغنية سهلة كتير، يعني كورداتها بيسك، هي ثلاث كوردات بس. طبعا بدكم تعرفوا كيف توزعوهم صح حتى تطلع مع اللحن مظبوطة. فأول كورد فيهم اللي هو الـ A major، A major هيك بالضبط، هاي بترك هذا الوتر، ما بمسك هذا الوتر، هذا الوتر بالأصبع الثالث، الوتر الثالث بالأصبع الثاني، الوتر الرابع 1 2 3 4 بالأصبع الأول، A major معروف كورد بيسك. بعدين نمسك الـ E major، هي كل كورداتها major. الإي ميجر كمان كورد معروف وأول كورد يعني تعلمه على الجيتار ممكن. بعدين الدي ميجر كمان كورد بيسك وسهل ومعروف، من أول الكوردات اللي بتعلمها على الجيتار. فهي بتبلش إي ميجر، إي ميجر، دي ميجر، وبختم بالإي ميجر. طبعاً بتكون توزعوها صح. ببلش أول مقطع، شوفوا كيف بنقل. أنا أول مقطع بنقل بين الـ A major والـ E major. مالي شغل بالسوق مريت أشوفك، أوكي بعيد، شغل بالسوق مريت أشوفك، عطشان يعني. مالي شغل بالسوق اول مقطع بطول شوي على الاي ميجر، بطول بعمل ثلاث حركات بالايقاع، بعمل ثلاث مازورات او ميجرز بالانجليزي، هم 2 3 4. الرابعه بعملها على الاي ميجر، اوكي. طبعا انا كنت منزل فيديوهات ثانيه انه كيف تعملوا هاي الايقاع الريتمات كلها، وهلا انا راح اعطيكم فكره كيف بعمل بالايد اليمين، بعمل هذا، راح ارد اعطيكم فكره. بس يعني هذا الفيديو انا بفترض انه انتم مش ماسكين الجيتار هلا وعم تعزفوا، مش يعني ما بلشتوا عزف هسه على الجيتار، لا انه انا بفترض انه عندكم فكره وبتعرفوا الكوردات البيسكس وبتعرفوا شويه ايقاع، فهو مش للي هلا بلش جيتار، مش للفيري بيجنرز يعني. بس يعني اتس ستيل سمبل. فمالي شغل بالسوق بطول عليها، حكينا مالي شغل بالسوق مريت اشوفها، يعني انا عملت ثلاثة هون والرابع هون، بعدين باجي عطشان السنين وروي على شوفة، يعني بعمل مرة على الدي، مرة على الاي، مرة على الاي، برجع على الاي، اوكي ابطأ شوي، مرة على الدي، بعيد مالي شغل بالسوق مريت أشوفك، مالي شغل، أوكي بعيد مريت أشوفك، يعني it's logic. مالي شغل وعلى شوفك عطشان، يعني عطشان عندي
الثاني اللي هي حلق سنين، حلق سنين يمكن وضوي على شوفة. وبس هي هاي الأغنية كلها هيك، بس بتغير الكلمات، بدكم تسمعوها أكثر من مرة. وبيسكلي يعني هاي هي كورداتها، وإن شاء الله إنه يكون عجبكم الفيديو، وما تنسوا تعملوا شير ولايك سبسكرايب، وكل عام وانتم بخير. باي.